بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. انا نهى مقلب من قناه نهفوت. تعملي ايه النهارده يا نهى؟ هعمل حاجه على العقل ولا على الخاطر؟ حاجه كده يعني ايه؟ هنعمل العسليه. يا عسليه انت وهي، هنعمل عسليه بطريقه مبتكره، بطريقه بص البدائيه جدا جدا جدا. وهنعمل عسليه والولاد ما عادتش هتشتري عسليه تاني. طيب انت هتعملي كميه اللي انا عايزاها، اللي انت عايزاه. شوفي انا هحط هنا 4 كوبايات سكر، انت عايزه ضعف الكميه حط، عايزه اقل من كده اقسم الكمية على النص. ده انا هحط 4 سكر، وبعدين هحط 2 معلقتين من الجيلاتين، معلقتين هرميتين كده من الجيلاتين، ايوه معلقتين جيلاتين نباتي طبعا، معلقتين من هرميتين، المعلقه بتاعت الطعام دي على 4 كوبايات سكر. صح الكلام؟ صح الكلام. ونقلبهم كويس جدا جدا جدا، لانه اللي هو ما تقلبوش اول ما هتنزلي بالميه الجيلاتين هيكلكع ومش هيفك. لا احنا خلينا واعيين كده، احنا بنعمل عسليه. وحطينا ايه بقى؟ نص معلقه صغيره من ملح الليمون. حلو الكلام، حلو الكلام. يلا هنجيب ايه تاني؟ هنجيب بقى 2 كوبايات ميه، ايا كان كميه السكر اللي هتعمليها، السكر دايما ضعف الميه. حلو الكلام، حلو الكلام. يلا إيه كده، حطينا هنا بقى ماء الزهر. هتحط لكل كوبايه سكر معلقه من ماء الزهر او ماء الورد او حتى الفانيليا، بس الفانيليا هتحط نص معلقه للكل. صح صح. يلا بقى نشغل النار، وايه وخليكي جنبه، ما تروحيش هنا ولا هنا، يعني ايه اطبخي جنبه كده، يعني خليك في المطبخ، يعني ما تروحيش هنا ولا هنا. صح صح. يلا بقى نعصر عليه بقى عصره ليمون. حطينا رشه ملح ليمون وعصره ليمون. انا دايما بحب اشتغل بالاثنين مع بعض، لكن هي ممكن واحده تقضي بصراحه. خلاص خلاص الكلام. هنا الحله طلعت صغيره، هروح اجيب حله كبيره، لان كده هتبهدل لي الدنيا، هتبهدل لي الدنيا. وبص هفضل طول النهار انضف في ام البوتاجاز ده. لا انا هروح اجيب حله كبيره وارجع لك تاني. ماشي الحال، ماشي الحال. هنا بصوا رحت جبت الحله كبيره وحطيتها فيه، وبدا يشتغل اهوت على النار تاني. خدي بالك بقى ايه وانت رايحه جايه كده تقلبي لحد ما هوريك القوام اللي احنا عايزينه دلوقتي. خدي بالك ده كله على نار عاليه، لان احنا عايزينه ياخد لون. احنا مش بنعمل حلاوه اللي هي السمسميه والحمصيه، لا احنا بنعمل عسليه. فاهمه يا عسليه انت وهي؟ احنا بنعمل عسليه، عايزين لون العسليه المتعرف عليه ده. كل شويه هنقلبها كده وناخد بالمعلقه لحد ما ينزل لي ايه خيط من المعلقه كده، اي زي ده بالظبط كده، يعني فاضل لها سنه. شايفه هو ده القوام المظبوط؟ سنه كمان. خلاص. واحنا معلين النار عشان زي ما قلت لكم عايزاه ياخد لون، مش عايزاه يفضل ابيض، لان لو فضل ابيض كده في نفس المرحله دي انت ممكن تاخديه وتعملي به السمسميه او الحمصيه اللي بتبقى في حلاوه المولد كل سنه وحضراتكم طيبين، اللي هي المدوره دي. ايوه كده، هو كده ايه اللون بدا القوام بدا يتظبط لحد ما تنزل من المعلقه، يعني تحط تسيب المعلقه كده وتلاقيها نزلت بصعوبه من المعلقه. طبعا مش هيبقى في اول ما تطلعي المعلقه منها، بصوا يعني تطلعي المعلقه كده وتسيبها تصفي في اخر نقطتين كده، اما ينزلوا بصعوبه تعرفي ان انت وصلت للقوام. هنا بدات تاخد اللون بتاع اللي انا عايزاه اهو، وخلاص عملت الخيط اللي انا عايزاه اهو، يعني كده تمام. يبقى احنا كده ايه فاضل لنا، شايفين هنا النقطه بتنزل بصعوبه كده، يبقى احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. بس فاضل لنا حاجه لسه عايزين نحطوها. فاضل لنا ايه بقى؟ هقول لكم. هنجيب الايه الكربونات، على الكربونات قلب اللي هي بكربونات الصوديوم، اللي هي الكربونات بتاعت الطعميه عايزينها. بص وعايزه كمان لون سنه كمان، علشان ايه؟ لان كل كتر ما هشتغل فيها دلوقتي لونها هيفتح. نحط نص معلقه صغيره من الكربونات، وده علشان تقطم بسرعه كده وتبقى خفيفه ما تبقاش مكتومه. خلاص. قلب قلب قلب. وهتحط ايه بقى كمان؟ هحط معلقتين من الزيت، يا اما زيت البرافين يا اما زيت انا حاطه هنا زيت جوز الهند، لان بصراحه زيت البرافين ده يعني في ناس شككتني فيه وقلقتني منه، فقلت بناقص يعني. حطيت زيت جوز الهند، هو موجود كده يعني، ومش غالي ولا حاجه. هحط منه ايه معلقتين بس كده، يدينا لمعه حلوه ويبقى كده العسليه عسليه كده. خلاص. هناخد بقى كل الكلام الحلو ده ونفضيه على حاجة واسعة، على حاجة واسعة عشان نعرف نشتغل فيه. يعني عايز اقول لكم طريقة عسلية اللي هي طريقة المبتدئين، او الطريقة البيتي بقى، احنا مش في مصنع، ده احنا في البيت. حطيتها هنا في صينية وهفضل اقلب 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 لحد ما تبرد خالص، واعرف امسكها بايديا، وكل مدى كل ما هتجمد في ايدك، كل مدى كل ما هتجمد في ايدك. ايوه بالظبط كده. قلبي ودوري الصينيه علشان تجيب كل الاماكن من كل ناحيه، تجيبها من كل ناحيه. وهنا جبت البتاع اللي احنا بنقطع بيها الحلويات ديت، اسمها ايه؟ مقطع ده ولا اسمه مش عارفه. نقلب بيها كده
وخدي بالك ان دهنه الصينيه زيت من اللي حطاه في قلبه برضو، اللي هو زيت جوز الهند برضو، دهنه الصينيه منه. او لو عندك زدوره زيت، زيت ما يكونش ايه من له ريحه يعني، اي زيت عندك بتشتغلي بيه بس ما بلوش ريحه اشتغلي بيه، مش لازم اي زيت من بره يعني. خلاص هنا تفضلي تعملي كده لحد ما تبرد وتاخدي بقى. شوفي انا العسليه بنت اهي، بنات ظهرت اهي حته عسل، عايزاها بقى طويله، عايزاها قصيره، عايزاها زي ما انت عايزاها. وممكن تاخديها تلفها في ورق زبده كده وتضحكي على عيالك بيها. شايفين بقى سخنه جدا جدا جدا، عايزه اقول لك عايز اللي يشتغل فيها يكون متعود على المسك السخن، يا اما يا اما بناقص على فكره الشغل فيها خالص. لان خدي بالك كمان وانت بتشتغلي في الحاجه اللي زي دي، يا ريت يا ريت يا ريت ما يكونش حد من ولادك موجود معاك في المطبخ يعني، ولا في الشقه يعني الاضمن يعني ما يكونش موجود معاكي في المطبخ خالص، لان ده شغل مؤذي جدا جدا جدا. وانت بتشتغلي حاولي تبقي سريعه جدا جدا، علشان هي بتبرد بسرعه وبتنشف، هي بتبرد بسرعه وبتنشف يعني. انا العصانيه ده كل شويه اخد منه حته واروح اعرضه على النار كده على اساس يطرى شويه عشان اعرف اشكله. ليه؟ لان انا برضو مش ملاحق، لان هو سخن جدا وايديا شعواطت بصراحه. فانت لو ما كنتش متمكنه من الشغل في السخن جدا ده بناقص الوصفه دي خلاص، انا اللي بقول لك بناقصها يعني، ما مش لازم تعمليها يعني. بصي حاولت هنا اجيب السمسم علشان احطها في السمسم، بس هي كانت عشان عليها زيت من فوق فما شالتش السمسم، في حاجز ما بينها وما بين السمسم. شايفين بقى ادي العسليه، يا عسليه رايكم بقى؟ طب والله حلو حلوه، بس برضو ارجع واقول لك ان ما كنتش متمكنه من الشغل في السخن ما تعمليهاش، لان هي عايزه شغل ناس واخده على الشغل السخن. يا رب تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم.